الحمد لله من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن كل شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق بحمد العبد، وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. بداية أرحب بالضيوف الكرام والحضور الكريم في هذا اللقاء الثاني من سلسلة سبيل الفلاح، وأرحب بالشيخ محمد الحسن المدلل الموريتاني الشنقيطي بيننا في هذا اللقاء في محاضرة بعنوان الأسرة في الإسلام. وهذا الموضوع له خصوصية في هذا الشهر بالنسبة لحركة التوحيد والإصلاح وشركائها في هذه المدينة، خاصة وأننا نحاول أن نحتفي بهذه اللبنة المركزية في المجتمع المسلم، الأسرة، من خلال فعاليات الأسرة تزامنا مع اليوم العالمي للأسرة بمنظورنا الإسلامي، وأيضا بفعاليات تحيي وتركز هذا المفهوم الأصيل في بناء المجتمع المسلم، وكل هذا انطلاقا من تعريف أتى في الدستور المغربي الجديد يركز على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. وكما تعلمون هذه معركة أساسية في بناء المجتمعات الحديثة، لذلك نركز في هذا الموضوع وفي هذه الفعاليات على إحياء هذه القضية وتكريسها وترسيخها في نفوس الناس، وأيضا للتعريف بقضية أساسية ولدت في المادة الرابعة من مدونة الأسرة، والتي تنص على أن الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبق الإحكام المدونة. هذا هو موضوع الأسرة كما نعرفها نحن في المغرب. بين أظهرنا الداعية العالمي الإسلامي المشهور محمد الحسن ولد الددو، الشيخ العالم بالشريعة الإسلامية، يحاضرنا في موضوع الأسرة في الإسلام لتأصيل هذا المفهوم في نفوس المسلمين وفي ما له علاقة بما يصلح لهذه الأمة. لن أعرف بالشيخ لأنه غني عن التعريف، أخباره واسمه يسبق حضوره، فنشكره جزيل الشكر على قبوله دعوتنا والحضور معنا وقبول المحاضرة في هذا الموضوع الأسرة في الإسلام، فالكلمة له. شكر الله سعيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى الذي جمعني بهذه الوجوه الخيرة النيرة في هذا المقر المبارك، مقر حركة الإصلاح والتوحيد في مدينة تمارة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل جلستنا هذه من المجالس التي تحفها الملائكة وترشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة وترضي ربنا جل جلاله. فنحن نجتمع في هذه العشية لمناقشة قضية من قضايا هذا الدين العظيم الذي ختم الله به خطاباته إلى أهل الأرض، وهو الدين الذي كان كل الأديان إعدادا له. فالأديان السابقة لم يشأ الله أن ينزلها كاملة خالدة، وإنما نزلها على حسب الطور الذي تمر به البشرية، فإذا تجاوزت البشرية ذلك الطور نسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى حتى أكملت البشرية أطوارها ومرت في كل مراحلها، مراحل نموها وتقدمها وتطورها، حينئذ ختم الله وحيه إلى أهل الأرض بهذه الشريعة الخاتمة. وفيها يقول سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا
ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين عند الله، الدين المستقر في الصحف التي عند الله فوق عرشه، هو دين الإسلام. والديانات الأخرى كانت إعدادا لهذا الدين في مراحل من تطور البشرية ونموها. هذا الدين شرع الله فيه للعباد ما يقتضيه من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والقيم، ليكون نظاما شاملا لشؤون الحياة كلها، فلم يغادر من كبيرة ولا صغيرة من شؤون الناس أمرا إلا ولله به حكم يغطيه هذا الدين ويبينه، إما بوحي منزل وإما بفهم مفصل. فالوحي المنزل كتاب وسنة، والفهم أحال الله إليه بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأولئك الذين أحال الله إليهم عند حصول الاختلاف هم الذين يستنبطونه منهم، وهم الذين أحال إليهم في حال الجهل فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هم مرضة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم الموقعون على رب العالمين، وهم الذين يفهمون عن الله كلامه كما قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لا يقبل الله من أحد دينا بعد نزول هذه الشريعة إلا هذا الدين. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فلذلك لا بد أن ندرك أن ما يشرعه الله سبحانه وتعالى في هذا الدين هو لمصلحة العباد. فالعباد جميعا لا يمكن أن يصلوا إلى الله بنفع ولا بضر، وكل التشاريع التي شرعها هي لمصالحهم، مصالح العباد. لو اجتمع الخلائق جميعا فكانوا على أفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ولو اجتمعوا جميعا فكانوا على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. فإذا أوجب شيئا ما فهذا دليل على أن مصلحته متمحضة للبشرية في كل زمان ومكان، وإذا حرم شيئا ما فهذا دليل على أن مفسدته متمحضة للبشرية في كل زمان ومكان، وإذا ندب إلى شيء فهذا دليل على أن مصلحته راجحة، وإذا كره شيئا فهذا دليل على أن مفسدته راجحة، وإذا أحل شيئا فجعله مستوي الطرفين فهذا دليل على أنه تعتريه العوارض، فتارة تكون مصلحته راجحة وتارة تكون مفسدته راجحة، فيوزن حينئذ بميزان العقل والاجتهاد. وقد جعل الله هذه الشريعة أربعة أقسام باعتبار المخاطب بها. القسم الأول موجه إلى الفرد، خطاب للفرد يستطيع إقامته بخاصة نفسه كطهارته وصلاته وصيامه، يمكن أن يفعل ذلك دون أن يكون معه أي أحد من الناس، دون أن يشترك معه في هذا المشروع أي أحد. القسم الثاني موجه إلى الأسرة، لا يستطيع الفرد إقامته وحده، فلا يمكن أن يقام إلا في أسرة يتراضى طرفاها على تحكيم شرع الله بها، فتكون مؤسسة على التقوى من أول يوم، وهذا ربع أحكام الفقه، فالأنكحة وما يترتب عليها. والقسم الثالث موجه إلى المجتمع كأحكام الضيافة والجوار والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بالطريق ونحو ذلك. والقسم الرابع موجه إلى السلطان وذي القوة كجهاد العدو واستخراج خيرات الأرض والعدالة في توزيعها بين الناس وفض النزاع وإقامة الحدود ونحو ذلك، هذا موجه إلى من يستطيعه وهو السلطان، وليس موجها إلى الفرد ولا إلى الأسرة ولا إلى المجتمع. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، لذلك لا يمكن أن تقام أحكام الأسرة إلا في أسرة تتهيأ لذلك، فكانت إقامة الأسر الأسر الإسلامية على هذا الوجه واجبا شرعيا، لأنها أداة ووسيلة لإقامة شرع الله المتعلق بالأسر. وقد ذكر أهل العلم أن الأسرة في أصلها
مشتقة من الأسر وهو القوة. تقول شد أسرها، شد أسر السفينة، معناه قواها، وذلك أن الأسرة فيها قوة لطرفيها وركنيها، فكلاهما يتقوى بالثاني وكلاهما يعتمد عليه ويستند إليه، فالقوة الحاصلة هي التي سميت الأسرة باسمها أسرة. وهذه القوة لها جانبان، جانب معنوي وجانب مادي، وقد شاء الله بحكمته أن يجعل الكون منقسما إلى هذين الجانبين، إلى جانب مادي حسي وإلى جانب معنوي أدبي. وفي تقسيمه وعدله جعل الإنسان خليفة في الأرض وجعله ذكرا وأنثى، فأشرف ما في الأرض من المعنويات والأدبيات خص الله به الرجال، الإمامة العظمى وإمامة الصلاة، هذا من خصائص الرجال. أشرف ما في الأرض من الماديات خص الله به النساء، الذهب والحرير، هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثي. فوقع التوازن والعدل بين الفئتين، وأساس إقامة الأسرة هو النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ذكر أهل العلم ست نيات، إذا نواها واحدة منها المقدم على عقد النكاح كان هذا العقد وما يترتب عليه بكفة الحسنات. النية الأولى الامتثال لأمر الله تعالى في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فمن نوى أنه ممتثل لهذا الأمر الذي وجه إليه ربه فهو مثاب، وأسرته أسرة مباركة قامت على ركن ركين وأساس قويم من شرع الله. النية الثانية الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مقصد أمر الله به، فقال ما أرسلنا من رسول إلا لله بإذن الله، وقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنية الثالثة طلب النسل، فإنه بقاء للإنسان واستمرار له، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. فالولد الصالح امتداد في عمر آبائه وأمهاته إلى متهاه، وكل عمل صالح عمله الأولاد يكتب في ميزان حسنات الآباء والأمهات إلى آدم عليه السلام. ولذلك يقول أحد علمائنا وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطالعا المدخل. هذا في الأصل كلام الحاج في المدخل. النية الرابعة إعفاء نفسه عما حرم الله عليه، فإن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فإعفاء الإنسان لنفسه عما حرم الله عليه مقصد شرعي فيه منع لجوارحه عن المعصية، ومنع لقلبه من التفكر بها أصلا وإرادتها. والنية الخامسة إعفاء الطرف الآخر،
فإنه من التعاون أيضا على البر والتقوى، وقد قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنية السادسة بناء البيت المسلم الذي يتراضى طرفاه على تحكيم شرع الله به، فيكون مؤسسا على التقوى من أول يوم. وقد ذكر بعض السلف في تفسير قول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال: المقصود بالكلمة الطيبة هنا عقد النكاح. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت مبني على الكتاب والسنة، وفرعها في السماء بزيادة الأعداد والأولاد، تؤتي أكلها كل حين، تؤتي ثمرتها بالولد كل حين أي كل عام، والحين من أسماء العام في لغة العرب، بإذن ربها. فإقامة هذه الأسرة مقصد شرعي لا بد منه، ولذلك مهد له الإسلام تمهيدا عظيما. فأوصى الله كل واحد من الطرفين بالإحسان إلى الآخر، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالصاحب بالجنب هو الزوج والزوجة، فكل واحد منهما أمر الله صاحبه بالإحسان. والإحسان يشمل الإحسان بالأقوال والإحسان بالأفعال والإحسان بالمال، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما بالقيام بحق الآخر. فقال في خطبته يوم جمعة وهو واقف بعرفة، ولم يعش بعد ذلك اليوم إلا 82 يوما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان لديكم، أخذتموهن بشرط الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم: لا يبرك مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق سره منها خلق آخر. والفرك بغضة الأزواج، يقال: فرك الرجل امرأته أي أبغضها، وفركت المرأة زوجها أبغضته تفركه. ولذلك قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة أي زوج مؤمن مؤمنة. وسبب الفرك عادة يرجع إلى الأخلاق وعدم التلاؤم والتوافق، فلذلك قال: إن ساءه منها خلق سره منها خلق آخر. ومعنى هذا أن الإنسان الذي يعيش في هذه الحياة لا يمكن أن يجد من يلائم طبعه 100%، بل هذه الدار دار الأقدار، تصرفها أقدار الله جل جلاله. فلذلك يمكن أن يجد الإنسان ما يلائم طبعه، ويمكن أن يجد ما ينافيه. والذي لا يريد أن يسمع يوما ما يكره ولا أن يرى ما يكره، عليه أن يتعجل لدار القرار، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أما من عاش في هذه الدار وخالط الناس، فلا بد أن يسمع يوما ما شيئا يكرهه وأن يرى شيئا يكرهه، لكن تعزيته بذلك أن الطرف الآخر سيصبر منه هو على مثلها. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولست بمستبق أخا لا تلومه على شعث أي الرجال المهذب. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالقيام بحقوق الأزواج، فقد صح عنه السنن أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال أهل العلم: هذا الحديث الصحيح يدل على أن برور الزوج آكد من برور الوالدين، وكفى بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغاية القصوى حق الله: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معايير الاختيار التي يختار كل طرف الطرف الآخر على أساسها عند إقامة الأسرة. ففي الرجل قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فهذان معياران تضمنهما هذا الحديث الصحيح: إذا أحرزهما رجل أحرز وصف الكمال الممكن في الرجال. المعيار الأول هو الدين،
والمقصود به صلاح المعاملة مع الله سبحانه وتعالى باجتناب نواهيه وامتثال أوامره والوقوف عند حدوده على قدر المستطاع، ولا يستطيع الإنسان طبعا أن يوفي كل ذلك. وأيضا الناس وأبناء زمانهم الذي يطلب فينا اليوم ليس هو الذي يطلب في أيام الصحابة، فكل قوم على حسب مستواهم وزمانهم وظروفهم ومحيطهم. ولذلك أخرج الترمذي في السنن قال حدثنا الجوزجاني وقال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. وهذا من لطف الله وفضله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا كان الرجل صاحب دين كان أهلا لأن يوثق به وأن يسلم إليه الإنسان فلذة كبده وكريمته، وأن تثق به المرأة ركنا ركينا من أركان الأسرة يعتمد عليها. أما إذا كان الرجل عادما للدين ليس صاحب دين فإنه ليس أهلا للثقة، لا يمكن أن تثق به امرأة ولا رجل ولا أحد، لأنه ضيع حق الله، وحق الله أحق بالوفاء. من ضيع حق الله جل جلاله كيف يثق مخلوق أنه سيفي له بحقه؟ ضيع عهد الله وميثاقه، لا يمكن أن يثق مخلوق بوفائه. فلذلك كان هذا الركن ركنا أساسا لا بد منه مراعاة الدين في بناء الأسرة في الرجل. المعيار الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم وخلقه، والمقصود بالخلق وصف يحمل على ارتكاب الحميد واجتناب القبيح، معنى وصف من أوصاف المروءة يحمل صاحبه المتصف به على ارتكاب الحميد وهو ما جمل بين الناس ومدح بينهم، وعلى اجتناب القبيح وهو ما ذم بين الناس. فإذا كان الإنسان صاحب مروءة فإن مروءته تدعوه لمجاملة الناس ومعايشتهم بالتي هي أحسن ومصارعتهم بما هو خير. وهذا الخلق تكميل للإيمان، فقد صح في سنن الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي الحديث الآخر الصحيح ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يغطي على كل عيوب الرجل. إذا كان الرجل فقيرا أو كان غير جميل غير وسيم أو كان غير نسيم فحسن خلقه يغطي على كل ذلك، لأن الجمال ينقسم إلى قسمين، إلى جمال مادي حسي وإلى جمال معنوي أدبي. والجمال المعنوي أساسه الدين والخلق، هذا الجمال الذي لا ينتهي. الجمال الحسي البدني يتغير مع الوقت، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه لم تفتها شمس النهار بشيء غير أن الشباب ليس يدوم. مع الوقت يزول كل ما يحمد في الماديات. ولذلك يقول ابن الغدير في محاورة ابن الغدير لقد جعلت تغير فأجبتها أم من يعمر يذكر ما تذكرين وينبو عنه المنظر، ولقد رأيت شبيه ما عيرتني يعدو علي به الزمان ويبكر، فغدوت يغضبني اليسير وملني أهلي وكنت مكرما لا أكهر. فإذا تقدم العمر بالإنسان لا بد أن يشيخ ويضعف، كما قال الشاعر فما تشتهي غير أن تشتهي، وكما قال الآخر في وصف نفسه أو لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم عصا تحنى عليها الأصابع وأخبر أخبار القرون التي مضت أدبك أني كلما كنت راكع. وكما قال الآخر ذهب الشباب فلا شباب زمانا وكأنما قد كان لم يك كان، يا من لشيخ قد تطاول عهده أبناء ثلاثة عمائم ألوان، وهي ألوان الشعر سوداء حالكة وسحقا مخوف وأجد لونا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. فلذلك الجمال المعنوي في الدين والخلق يبقى مع صاحبه وهو محتاج إليه. فلذلك قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه.
وإن لا تفعلوه فرغبتم إلى الماديات ورغبتم في المال الذي هو فتنة من فتن الحياة، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يشيع الفساد بين الناس لأنهم سيرغبون فقط بالماديات ويزنون الأمور كلها بميزان المادة، وهذا فساد كبير في دينهم وأخلاقهم. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي المرأة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعة معايير، فقال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه المعايير الأربعة إذا أحرزتها امرأته أحرزت وصف الكمال الممكن في النساء، وإذا حصل قصور في بعضها فمعيار الدين قاض على باقيها. الدين هنا المتضمن للخلق. فالمرأة إذا لم تكن صاحبة دين احتاجت إلى رعاية أبدية سرمدية، تكون تحت المراقبة بصفة دائمة، وهذا فيه عناء وعنة من العمل. لكن إذا كانت صاحبة دين فإن الإنسان يأمنها على نفسها وعلى ولده وعلى مجده وشرفه ومروءته وبيته وماله وأهله، يأمنها على كل شيء. فلذلك قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والثلاث الأخرى مكملات للدين: الجمال والمال والنسب. فهذه إذا كانت مع الدين هي تكملة له، ووجه كونها تكملة أن الإنسان في هذه الحياة فتح عليه خمس جبهات. الجبهة الأولى جبهة الشيطان الذي يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كما قال الله تعالى حكاية عنه: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد أقسم بعزة الله لأغوين أكثر الناس عن سبيل الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله أن يمينه صدقت في أكثر الناس، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وهو يسعى لإغواء الإنسان، ومن حبائله وشراكه التي يصطاد بها النساء غير الملتزمات، فمن كانت غير ملتزمة فإن الشيطان يوظفها لإغواء الرجال والإفساد في الأرض. والجبهة الثانية جبهة النفس، فهي أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، ولا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقوقه ولا يسامح في شيء منها، ولكن لا يرضى أن يؤخذ شيء من أن يؤدي حقوق الناس إليهم كاملة، ويحاول أن يأخذ منها شيئا. وحينئذ هذه النفس هي عدو للإنسان في الواقع إذا لم يخف من مغالاتها ما تقع به من الشراك، فإنها عدو قريب. والعدو القريب الملابس لا يحذر منه الإنسان حذره من الغريب، فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يضع نفسه بقفص الاتهام وأن يتهمها بكل ما تأمره به حتى يكون مخالفا لهواه. ومن ذلك ميله الجنسي إلى المخالطة، فهذا طبع من طباع النفوس ومن غرائزها، يحتاج إلى تهذيب. وتهذيب الإنسان له انتصار على نفسه الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والجبهة الثالثة إخوان السوء، وهم الذين يأمرون الإنسان بالمنكر وينهونه عن المعروف، لا يعينونه على دين ولا يعينونه على الدنيا. والإخوة الذين تخالطهم ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمور الدين فيعلمك إذا جهلت ويذكرك إذا نسيت ويساعدك إذا علمت وذكرت. وأخ كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعينك على أمور الدنيا. وأخ كالداء لا يعينك على دين ولا دنيا، وإنما تصل إليك العداوة منه. وإخوان السوء هم أعداء يوم القيامة، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين،
وكما قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فهم ايضا يوقعون الانسان في شراك ابليس ويجرونه الى الفواحش والكبائر والاثام، ان لم يوقعه فيها اوقعوا هواه بمحبتها والتفكير بها. فلذلك هي جبهه مفتوحه على الانسان. والجبهه الرابعه مفاتن هذه الحياه الدنيا، فهي ضره الاخره. فمفاتنها وشهواتها تتعلق بها النفوس، وقد حذرنا الله من مجرد النظر اليها، فقال: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهي تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلب بصاحبه. ينظر الإنسان إلى شيء منها فيعجبه، فإذا ناله وجد أنه ليس هو المطلوب بل يطلب ما هو أعلى من ذلك، وهكذا فيتدرج الإنسان فيها. وهذا وجه من وجه خطر هذه الحياة الدنيا. وقد صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. فالدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. فلذلك لا بد أن يحذر الإنسان من هذه الحياة الدنيا وأن يعلم أنها جبهة مفتوحة عليه. والجبهة الخامسة حظوظ الإنسان نفسيا. فالإنسان له حظوظ تتعلق بها نفسه، شهوات هي بعضها حسي وبعضها معنوي. الشهوات الحسية مثل شهوة البطن والفرج، والشهوات المعنوية مثل حب الرئاسة والظهور، تمكين الانتقام، هذه شهوات معنوية. والشهوات من الجبهات المفتوحة على الإنسان. فلذلك المسلم يبحث عما يتصف بهذه المعايير التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسد هذه الثغرات. يقال إذا كانت الدنيا هي مجرد محضر والإنسان فيها يمر في طريقه إلى دار الآخرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي ومال الدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة. فيعتقد بعضهم فيقول: لماذا إذن يتزوج المؤمن فيها وينجب ويبحث عن الأولاد وعن الجمال في النساء وغير ذلك؟ الجواب أنه إنما يبحث عن ذلك لسد الطريق على إبليس وعلى النفس الأمارة بالسوء وعلى إخوان السوء وعلى مفاتن الدنيا وعلى شهوات النفس. الجبهة الخمسة يستعين عليها بالمرأة الصالحة، ولذلك كانت خير متاع الدنيا، تسد عنه كل هذه الأبواب. وهذه المعايير كلها إذا اجتمعت هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لكن مع ذلك قد لا تجتمع. فليس للإنسان أن يجهد نفسه ويتعبها في البحث عما لا يصل إليه. ولذلك أصل اتباع الهوى البصر النظر. وقد قال ابن القيم رحمه الله: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت في قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والمرء ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين، موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاذل الضرر. ويقول الآخر: فإنك إن أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، ورأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فلهذا كان النظر إلى هذه المعايير مهما جدا في تكوين الأسرة. ثم بعد ذلك إذا تكونت الأسرة فإن تكونها يكون على أساس التعاون على ما خلقنا من أجله. فقد خلق الإنسان لحكمتين عظيمتين
أولاهما مشتركة بين الإنس والجن، وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا بد أن يكون في برنامج الأسرة التعاون على العبادة، التعاون على العلم، التعاون على التقوى، التعاون على العبادة كلها. وقد أخرج أبو داود في سننه بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته لتصلي معه فإن هي نامت نضح في وجهها من الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها ليصلي معها فإن هو نام نضحت في وجهه من الماء. فهذا من أمور الأسرة المهمة، التعاون على العبادة. كذلك الجانب الثاني وهو الاستخلاف في الأرض، الحكمة الثانية، وهذه مختصة بالإنس. الأولى مشتركة بين الإنس والجن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية مختصة بالإنس، إني جاعل في الأرض خليفة، وقد أخبر الله بذلك ملائكته آدم منجدل في طينته. فهذا الاستخلاف يقتضي القيام لله بالقسط والعدل في الأرض، ويقتضي استغلال نواميس الكون واكتشافها، ويقتضي إسعاد البشرية، ويقتضي أن يكون الإنسان داعيا إلى منهج الله، ساعيا لإعلاء كلمة الله وتمكين دينه في الأرض. وهذا أمر يحتاج إلى التعاون، لأنه مشروع ضخم ليس من شأن الفرد القيام به. ولهذا قال الله في وسائل الدعوة، وقد ذكر أربعا منها في آية سورة يوسف وثلاثا في آية سورة النحل، الأربع يقول فيها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بصيرة الأولى على بصيرة، أنا ومن اتبعني، ولم يقل أنا وحدي، فالدعوة جهد جماعي، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله هذه الربانية، وما أنا من المشركين، هذا التميز. والثلاث يقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فيحتاج الإنسان إلى من يعازره في سبيل دعوته. وقد كانت أمنا خديجة بنت خويلد بأسد بن عبد العزى نعم المعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. آزرته فثبتته عند وقت الحازم، سخرت ثروتها ومالها لهذه الدعوة. عندما حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، كان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني الثالثة فغطني، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرشف فؤاده، حتى دخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عن الروح، ثم قال لخديجة وأخبرها الخبر: تالله لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن عم خديجة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكانت شيخا كبيرا قد عمي، وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. فقالت خديجة: يا ابن عمي اسمعني لابن أخيك. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، إنه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يشب ورقة أن هلك وفتر الرحم. فخديجة وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف المشرف في هذا الوقت. والواقع أن كل رجل يمارس هذه الدعوة وهذه الخلافة في الأرض، الاستخلاف، يحتاج إلى من يثبته، يحتاج إلى من يقف معه. تأتي ساعات كثيرة يأتي فيها ضيق، يأتي فيها حرج، يأتي فيها تكالب الناس، فيحتاج إلى مثبت
فهذا من أوجه التعاون في الأسرة المهم. كذلك الحقوق في الأسرة يترتب عليها حقوق كثيرة، وهذه الحقوق ينتظمها الإحسان الذي أمر الله به، وقد سبق ذكر ذلك بآية سورة النساء. لكن هذا الإحسان أوله الإحسان بالتقدير والاحترام، فالإنسان إذا لم يكن يشعر بالاحترام لا يمكن أن يشعر بالأمان، وإذا لم يكن يشعر بالأمان لا يعجبه ما قدم له حتى لو أنفق عليه إنفاقا بالغا، لكن لم يكن محترما ولا مقدرا لا يستفيد من ذلك شيء. فلذلك لا بد في بداية الإحسان من الاحترام. الاحترام أوله كف الأذى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وبعد ذلك الإحسان بالقول بالثناء والدعاء والتثبيت وذكر المحاسن وغير ذلك. ثم بعد ذلك الثناء يأتي الإحسان بالأفعال كالملاطفة والمجاملة والخدمة والابتسامة بتبسمك بوجه أخيك صدقة. ثم بعد ذلك الإحسان بالمال بإنفاقه، وقد جعل الله إنفاق المال في الأسرة من شأن الرجال ولم يجعل على المرأة أي تكليف فيما يتعلق بالمال، فقد قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فليس على المرأة إنفاق أي مال في بناء الأسرة، بل كل التكاليف المادية على الرجل. ولذلك كان له حق القوامة. حق القوامة له سببان: السبب الأول التعيين الإلهي، ما فضل الله بعضهم على بعض، ولم يقل بما فضل الله كلهم على بعض، بل التفضيل قد تكون المرأة أفضل من الرجل، لكن التعيين الإلهي سببه هو هذا الفضل الشائع في الجنس، فلهذا قال بما فضل الله بعضهم على بعض. الأمر الثاني السبب الثاني وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا أنفقت المرأة أو أهلها مالا في بناء الأسرة لن ترضى بقوامة الرجل وستنازعه في إدارتها، لأنها بذلت سببا من السببين، وحينئذ يقع ما ترون في المجتمع من التفكك الأسري والاختلافات. لكن إذا كان الرجل هو الذي يتولى كل تلك المسؤوليات، والمرأة تشعر أنها لا تحتاج إلى أن تنفق أي شيء ولا أن تعمل ولا إلا عملها المناسب لها، لا تحتاج إلى اكتساب، فالرجل يكفيها تلك المؤونة، حينئذ ستثق بقوامته دائما. هذه الحقوق الأصل فيها المساواة بين الرجل والمرأة، لكن فيها فرق درجة. في مقابل هذا الكد والعمل رفع الله الرجال درجة على النساء في هذه الحقوق، حيث قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا المساواة. لكن هذه المساواة حصل فيها تفضيل الرجال بدرجة واحدة، قال وللرجال عليهن درجة، وهي حق القوامة. كذلك من ما يترتب على هذه الأسرة من الحقوق المالية ما هو محدد شرعا كالصداق والنفقة والكسوة بالمعروف، هذه حقوق لا بد من أدائها كاملة، وإذا حصل تقصير في بعضها فذلك ظلم لا بد من معالجته. ولذلك فإن هند بنت عتبة بن ربيعة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا علاج لهذا الظلم الذي يحصل في داخل الأسرة إذا لم يؤدي الزوج الحق كاملا لزوجته. كذلك
هذه الحقوق أيضا ينبني عليها اتصال بالمجتمع، فالأسرة نواة للمجتمع الراقي المتحضر المتعايش بأمان وأمن ورخاء، ولذلك هي أساس لحصول المودة والرحمة، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة في المجتمع وليست بين الزوجين فقط، لذلك قال تعالى: بينكم، ليس بينكما أو بينهما، قال: بينكم مودة ورحمة. وذلك أن الصهارة هي بمثابة النسب، كما قال الله تعالى: وجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتتحون مصر وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم نسبا وصهرا، فإذا رأيت الرجلين يقتتلان على موضع لبنة منها فاخرج. فالنسب عطف عليه الصهرة هنا، فهو رابطة اجتماعية مهمة. ولهذا فإن الصهارة في الإسلام لها اعتبارها. رسول صلى الله عليه وسلم شرع الله له وأمره أن يتزوج بعائشة بنت أبي بكر، وجاءه جبريل يحملها في قطعة من حرير الجنة الأبيض، فقال: هذه زوجك؟ فقال: إن يكون ذلك من عند الله ممكن. فكانت زوجته في الدنيا والآخرة. والمقصد هنا حصول الصهارة حتى تزداد العلاقة. تزوج كذلك حفصة بنت عمر بن الخطاب حين قتل زوجها خميس بن حذافة يوم أحد رضي الله عنه شهيدا، وتزوج رملة بنت أبي سفيان حين تنصر زوجها عبيد الله بن جحش بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض الحبشة، فمات على ردته، فبقيت في دار غربة، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصول هذه الصهارة التي لها تأثيرها فيما بعد. وهكذا صهارات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها لها هذا الأثر البليغ. ولننظر إلى بعضها فقط. لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة، عندما منعوا الزكاة جاءهم غالبين لم يشعروا به فلم ينفروا منه، فأسروا جميعا، فتملكهم الناس فتابوا وأنابوا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد إليهم حق الاعتبار، فصاهرهم، تزوج جويرية بنت الحارث بن الخضراء وتسيده. اليوم الذي تزوجها فيه واعتقت كل بيوتات بني المصطلق، الأنصار وحدهم اعتقوا 40 بيتا 40 أسرة من بني المصطلق بسبب هذه الصهارة، على أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسلم اعتقوا. فجبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر هؤلاء القوم بهذه المصاهرة. ومثل ذلك أيضا زواجه بأمنا صفية بنت حيي بن أخطب، فهذه امرأة من النضير من اليهود، أبوها عدو الله ونبيه حيي بن أخطب، و قد أخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير من المدينة عندما نقض العهد. فكانت هذه الفتاة الطيبة فيهم، فرأت في المنام أن قمر السماء وقع في حجرها، فقصت هذه الرؤيا على زوجها الربيع بن أبي قبيط وهو ابن عمها، فلطم وجهها وقال: تتمنين أن يتزوج بك محمد، أنه يعرف أنه قمر السماء صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نقض بنو النضير العهد وهم بخيبر، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله بعد صلح الحديبية في بداية العام السابع من الهجرة، ففتح الله خيبر على المسلمين، وكانت أمنا صفية في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها فتزوجها. كان بالإمكان أن يجعلها أمة، لكن أراد أن يحسن إلى أهلها لأنهم موتورون، قتل منهم 70 وأسر 70 أو 90 وأسر 90، فأراد أن يرد إليهم الاعتبار بالصهارة. فأعتق الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الصهارة لها أثر كبير في المجتمع، في ترابط أفراده وفي علاقاته الاجتماعية. بعد ذلك من آثار الأسرة الذرية، والذرية مطلوبة لا محالة، لأن الإنسان عمره قصير وهو محتاج إلى امتداد، لأنه إذا كان صاحب مشروع لا يمكن أن ينجز مشروعه في الحياة بعمره هو القصير المحدود، وإنما يكون مشروعه مستمرا مع الوقت، فاحتاج إلى وارث يرثه ويستمر على مشروعه، كما قال زكريا عليه السلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. لكن الذرية تنقسم إلى قسمين: إلى ذرية صالحة وذرية فاسدة. فذرية الفاسدة لا خير فيها، لا يجدها الإنسان في وقت الحاجة إليها، كولد نوح الذي هو عمل غير صالح، فلم يكن مرضيا في وقت الحاجة إليه، ولم يوجد منه نفع ولا دفع ولا نصرة. والذرية الصالحة لها أثرها البالغ، ولذلك جعلها الله من إحسانه إلى المحسنين. قال الله تعالى: ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. فالمحسنون من جزاء الله لهم أنه يصلح ذرياتهم، ولذلك قال الله تعالى في قصة موسى والخضر: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما بعثته عن أمين. والذرية تحتاج إلى عناية ورعاية من الطرفين، فالأولاد يحتاجون إلى أب مؤدب مكتسب ينفق عليهم ويرعاهم ويؤدبهم ويهذبهم ويعلمهم، ويحتاجون إلى أم ذات حنان ورحمة ورأفة تراعي صغرهم وصباهم وضعفهم وعجزهم، وتقوم بأمورهم التي لا يمكن أن يقوم بها من سواها. فمن هنا احتاج في الأسرة إلى تعاون الزوجين على تربية الأولاد، والقيام بشؤون الأولاد فيه حق من حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان في هذه الشريعة الإسلامية هي أكبر حقوق الإنسان. حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية تشمل حقه قبل الميلاد، حقه وهو حمل، لا يحل إسقاطه ولا إجهاضه ولا التأثير عليه بما يفسد عقله أو يقتضي تشويها لصورته وخلقته، لا بد من العناية بأمه وهو حمل والإنفاق عليها وإسكانها بالمعروف، هذا من حقوق الإنسان قبل مولده. ثم بعد ذلك حقوقه بالسباع، ثم حقوقه كبيرا، ثم حقوقه حتى حقوقه بعد الموت. للإنسان حق من حقوق الإنسان بعد الموت في الإسلام، ثم ماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كرمه ويجعله ممن يقبر، والقبر حبس لا يمشى ولا يمشى عليه ما دام به، هذا حق من حقوق الإنسان بعد الموت. فهذه الشريعة كرم الله بها الجنس البشرية تكريما عظيما: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا التكريم هو حق الإنسان الحقيقي الذي يشمل حقه قبل ميلاده وحقه قبل بعد مماته وما بين ذلك. لا يوجد هذا في الشرائع البشرية، لأن العالم لحقوق الإنسان هل تسمعون فيه حقا للإنسان قبل مولده أو حقا له بعد مماته؟ ليس في ذلك. نتكلم عن الإنسان عندهم ظاهرة طبيعية تبدأ من الميلاد للموت.
كذلك فإن للوالدين وهما ركن الأسرة الحق الكبير على الأولاد وهو الذي يسمى حق البر. فقد أوصى الله بهذا الإحسان إلى الوالدين في كتابه فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فالبر بالوالدين والتواضع لهما وخذ لهما جناح الذل من الرحمة والقيام بكل حقهما هذا من حقوق الأسرة التي لا بد من رعايتها وعنايتها والعناية بها. كذلك من حقوق الأسرة ومن آذارها أيضا احترام الكبير ورحمة الصغير. وقد جاء في الحديث لن تزال أمتي بخير ما دام كبيرها يرحم صغيرها وصغيرها يوقر كبيرها. ولهذا فإن هذه الرحمة التي هي صفة الله جل جلاله كتبها على نفسه ووصف بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم شرعها أيضا بالتعامل بين عباده. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم لا يرحم. وصح عنه الحديث المسلسل بالأولية الذي تنتهي أوليته إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد قال أحد العلماء ارحم بني جميع الخلق كلهم وانظر إليهم بعين الرفق والشفقة واقدر كبيرهم وارحم صغيرهم وراعي في كل خلق حق من خلقه. فهو مخلوق لله وحق الله به يقتضي رحمته. وهذه الرحمة منها الرحمة بالمستضعفين أيا كان استضعافهم. فالمرأة أضعف من الرجل فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرجوا في حق الضعيفين المرأة واليتيم. أحرجوا هذا حق حرج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من رعاية حق المرأة كاملا دون نقصان وأدائه إليها. ومثل ذلك حقوق الأطفال الصغار. فالإنسان مؤتمن على دينهم وعلى أخلاقهم وعلى أبدانهم وعلى قيمهم وأديانهم. هذه الأمانة لا بد أن يعرف حقها وأن يقوم بها. فهم أول من يخاصمه يوم القيامة يقولون يا ربي وليت علينا عقلك هذا فضيع حقك فينا. فلهذا من حقوق الأسرة رعاية الأطفال ثم بعد ذلك رعاية الجيران والقيام بحقهم. والجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. ما زال جبريل يحثني عن الجار حتى ظننت أنه سيورث. جار الدار أحق بدار الجار، الجار أحق بصقب. وهكذا يقع الترابط فتكون الأسرة فعلا نواة للإشعاع والترابط والإخاء بين المجتمع. ويكون الحفاظ عليها مطلوبا بكل الأوقات. فالحفاظ على الأسرة يقتضي ألا تجعل الفرقة النكاح في يد المرأة مثلا، لأن المرأة سريعة الغضب في كثير من الأحيان ودائما عاطفتها عليا. فلو أن الطلاق بيدها كانت كلما حصل خلاف بسيط طلقها. فجعل الله الطلاق في يد الرجال، لكن مع ذلك لم يجعله كاللباس يلبسه الإنسان متى شاء ويخلعه متى شاء، بل هو محرج فيه. هي أمانة في رقبة الإنسان وسمى الله ميثاقا غليظا. هذا ميثاق غليظ بين ركني الأسرة لا يمكن أن ينقلع هكذا بسهولة. وقد جعل الله فيه مرصا فلم يشرع الطلاق في الحال التي تكون النفس فيها تعافى المرأة. مثلا إذا كانت المرأة حائض عادة تعافى النفس فحرم الله الطلاق بوقت الحيض. كذلك إذا كانت المرأة طاهرة ولكن قد وطئها الرجل في طهرها ذلك فليس لديه داعي عاطفي فحرم الله طلاقها ما دامت في ذلك الطهر الذي مسها به. فلم يحل الله الطلاق إلا في طهر لم يمسها به. وهذا
الدواعي كلها تدعو إلى عدم انطلاقه، فهو يأتي وقد وجدها قد تطهرت وتزينت وتعطرت، الدواعي تدعو إلى عدم انطلاقها في طهر لم يمسها به، فلم يشرع الطلاق إلا في طهر لم يمسها به. وجعل له أيضا ثلاث فرص، إذا حصلت الطلقة الأولى فله أن يرتجع ما دامت في عدتها، فإذا حصلت الطلقة الثانية الطلاق مرتان، في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وإذا قدر أنه حصلت الطلقة الثالثة وافترق فراقا كريما في احترام لكل واحد منهما، فلهما أيضا فرصة للرجوع، وهي إذا نكحت زوجا غيره فدخل بها من نكاح صحيح وطلقها وانتهت عدتها، فلهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالأسرة والأبناء. كذلك ما يتعلق بالصحبة وكتمان السر، فهو من الحقوق الزوجية التي لا بد منها في حقوق الأسرة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بيان الشافعي في عدد كبير من الأحاديث. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه على خلاف مع امرأته صفية بنت أبي عبيد الثقفية، فلما حصل بينهما الخلاف سألته أم المؤمنين حفصة بنت عمر عن سبب الخلاف، فقال ما كنت يوشي سر زوجتي. فلما طلقها سألته أيضا حفصة عن سبب فراقه لزوجته، قال إنها امرأة أجنبية مني فلا يمكن أن أفشي سرها، ما دامت زوجها أقرب من أن يفشي سرها، وإذا صارت أجنبية أبعد من أن يفشي سرها، فإذا لا بد من رعاية هذا السر، لأن الله قال وقد أرضى بعضكم إلى بعض، وهذا يقتضي شرفا وبروءة وحياء. والحياء هو خلق هذا الدين، لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، وهو أيضا شعبة من شعب الإيمان، إن الإيمان بضع وسبعون شعبة شعبة، وإن الحياء شعبة من شعب الإيمان. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كذلك من هذه الحقوق ما يكون بعد الفراق أيضا، فإذا قدر أن أحدهما مات، مثلا لو مات الرجل، فإن المرأة تبقى في عدته، وهذه العدة عدة الوفاة احتياط للأنساب وخشية اختلاطها، ولكن مع ذلك أيضا فيها ارتباط وتكريم لهذا المكان الرفيع وهذا الشخص الذي كان يستحق الإكرام، على الأقل تبقى 4 أشهر و10 كأنها في ذمته، وفاء لعهده وميثاقه الغليظ. وكذلك القيام بالنفقة والسكنى من ماله في هذه الفترة، انفق عليها من ماله طيلة حبسها، وإذا كانت حاملا فإن عدتها أن تضع حملها، لأن الله قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام يشمل ما كانت الفرقة فيه من مفات وما كانت الفرقة فيه من طلاق. قد نبه الإخوة إلى أن وقت الصلاة قد دخل، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولم آتي على ما كنت أريد، ولكن عزائي أننا بعد الصلاة سنجلس للمناقشة والحوار والأسئلة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الممات أو الطلاق يكون الطلاق الأول وكما ترون فالتشريع الإسلامي تشريع متسع شامل، شمل كل دقائق وخصائص هذا الإنسان في حياته قبل إيجاده وإخراجه إلى هذه الدنيا، وبعد معيشه فيها وحياته فيها، وكذلك حقوق له وتفصيلات تأتي بعد وفاته. هذه الجولة الدعوية والتربوية تستدعي كثيرا من الأسئلة من طالب العلم ومن المتتبعين لهذه المحاضرة، غير أننا بظرف طارئ عند الشيخ لا يمكن أن يتسع وقته لفتح المجال أكثر والتفصيل في هذه القضايا،
فسنفتح المجال لبضع أسئلة، لخمس أسئلة إن شاء الله تعالى، خمس مداخلات، حتى نتيح للشيخ التعقيب ومداخلة بعدها، على أن نختم هذا اللقاء ونشكر شيخنا على إفساحه لنا هذا اللقاء وتكرمه بحضور معنا في هذه الليلة. شكر الله صبركم واستيعابكم لهذا الطرف الخاص. في حدود خمس مداخلات أفتح رقم واحد. أربعة خمسة أخوات أخوات غبنا عن هذا المكان يعني كنا ولا هذا مثل الذي عندنا. نعم خمسة جواب، خمس مداخلات الأخوات، خمس أسئلة. ما كيش درجة، لا توجد درجة. إخوة الغير يزوي يديهم، الأخوات، يكون خمس مداخلات، خمس أسئلة. التبرع عن الجلسة. التبرع يرجع إلى الجلسة، إلى المنصة. كاين شي مداخلة للأخوات؟ هي لتحت. قاعدة. بالمناسبة إذا كانت شيء أسئلة أو شيء استفسارات فقهية دقيقة أفضل كتابتها وإعطاؤها للشيخ يعني حتى يجيب عنها. خارج الخمسة ولكن تكون على السريع ماشي على التفصيل. حتى لن نبدأ مع المداخلة رقم واحد. نكيل بلد اللي غير يسوي من تحت يطلع الأخوات. ينزلوا يطلع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بداية نشكر القائمين على مقر حركة توحيد والإصلاح في تمارا لدعوتهم لهذا العالم الشامخ من علماء الأمة الذين يعني في أمس الحاجة إليه. عندي ثلاث أسئلة مباشرة مدام أن الوقت لا يسمح، وأن الشيخ حفظه الله توقف في ثنايا محاضرته عند آية كريمة كنت أنتظر أن يعني يستوضحها أكثر، يعني كنت أنتظر الكثير من التوضيح منه حول الآية، وهي قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فيعني استثارني تفسيره الدقيق لهذه الآية ربما الذي قد لا نجده في التفاسير القادمة، فليت الشيخ يعني يتوسع في الأمر أكثر. السؤال الثاني هو أنه كما نعرف أنه من الأخلاق التي فطر الله عليها سواء الرجل والمرأة هو خلق الغيرة، فلكن هذا الخلق يعني يقصد غيرة الرجل على المرأة وغيرة المرأة على الرجل، لكن هذا الخلق ديال الغيرة بحكم انشئة الفرد سواء في أسرة محافظة أو أسرة غير ذلك قد يتجاوز الحدود المشروعة من الذي شرع الشرع الحكيم لهذا الخلق. فأريد منكم لو تؤصل لنا لهذا الخلق من القرآن ومن السنة ومن السيرة، ثم ما هي الضوابط الشرعية لهذا الخلق لكي لا ينقلب إلى شيء آخر يأتي على أركان الأسرة من بالنقد والهدم. ثم السؤال الثالث وهو كما نعرف أنه من الوسائل التي عمت بها البلوى في عصرنا هذه الوسائل التكنولوجية للتواصل، فيعني قد تجد يعني الرجل أو المرأة في البيت يتواصل يعني مع العالم الخارجي ولكن التواصل بينه وبين أقرب الناس إليه مفقود. فسؤالي يعني هو فقهي أكثر من أي شيء آخر، وهو ما هو يعني ما حكم أولا تواصل المرأة في هذه الوسائل مع الأجانب عنها، ثم إذا كان جائزا ما هي ضوابط هذا الأمر، وشكرا. الله يجزيكم بخير. الاختصار والتركيز إكراما للضيف. بسم الله الرحمن الرحيم، شكر الله لعالمنا الجليل قدومه وتشريفه لمدينتنا بهذه الأقدام الطيبة، وبارك الله في علمه وحفظه لأمتنا. ربما في آخر سؤال الأخ الكريم تكلم علي
مسألة التكنولوجيا الحديثة، بل سؤالي سوف يتوجه ليس إلى الجانب الفقهي بل إلى الجانب العملي. كيف يمكن للأسرة أن تقوم بدورها الذي كانت تقوم به، وهو احتضان الأبناء والتواصل معهم في ظل هذه المضايقة وهذا الازدحام الشديد لهذه الوسائل التواصل التكنولوجي، حيث قد يصعب الآن التواصل مع أبناء وتأطيرهم وتربيتهم؟ كيف السبيل إلى الحفاظ على دور الأسرة في هذا الجانب؟ جزاكم الله خيرا. كنا خمسة إخوان، عاقلين على شكرا لفضيلة الشيخ على ما أجاد به وأفاد، ويكفينا من قيادة ما أحاط به العنق، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسنة إلى يوم الدين. سؤالي لفضيلة الشيخ، قال أهل العلم من أحب الوصول فعليه بالأصول، ما هي الأصول التي ينصحنا بها الشيخ من أجل بناء الأسرة المسلمة؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. أما بعد، نشكر الشيخ جليل على ما أجاد به وأفاد. سؤالي هو ما هي الضوابط التي يجب على الأسرة أن تلتزم بها في تربيتها لأبنائها، وخصوصا في الجوانب الدينية؟ يعني نلاحظ أن الأسر لم تعد تولي الجانب الديني اهتماما كبيرا، أغلب اهتمامها بالجانب المالي والجانب التعليمي. فهذا هو السؤال، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر شيخنا الفاضل وجزاه الله خيرا ونفع به. عندي سؤال وملتمس، السؤال يتعلق من طبيعة الحال داخل في إطار موضوع المحاضرة عنوانها الإسلام، الأسرة في الإسلام. وسؤالي عن أفضل أسرة في الإسلام وهي أسرة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الآونة الأخيرة نشاهد طعون على مصادر السنة ومصادر الدين الحنيف، من بينها الصحيحين وما ورد في الصحة، وهناك من يطعن في السن التي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن سنه 25 سنة، والسن المطعون فيه سن خديجة رضي الله عنها، يقول بأنها 40 سنة لا يمكن أن تنجب كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة رضي الله عنها، فكيف لها أن تنجب؟ إذا يريدون تضعيف هذا الحديث، ما توجيهكم شيخنا الفاضل حفظكم الله؟ أما الملتمس فلن أفوت هذه الفرصة، فرصة حضور الشيخ بيننا، وهي أن يتحفنا وأن يكرمنا بالتشرف وباتصال السند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جزاه الله خير. قبل أن نفتح المجال للشيخ لإجابة عن هذه الأسئلة وهذه الملتمسات، أعطي الكلمة للدكتور الحسين الموس، رئيس حركة توحيد الإصلاح فرع تمارة، بكلمة بمناسبة هذا الشهر وهذه الفعاليات المتعلقة بالأسرة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أطيل، أنا أعرف جيدا أن الشيخ هذه فرصة ثمينة وهو على سفر غدا إن شاء الله، والله تعالى يسر تعاقدنا هذه المحاضرة في هذا اليوم لكي نتحف ساكنة مدينة تمارة بهذه المحاضرة القيمة. فبارك الله في شيخنا وبارك فيكم معشر النساء والرجال الحضور والانضباط، وجزاكم الله كل خير. أنا قبل أن أشير بعض الإشارات حول برنامج أسبوع الأسرة خلال شهر ماي،
وليت أن أقول للشيخ الفاضل ما أحوجنا أن الشيخ بعلمه جزاه الله خيرا أن يؤصل لمجموعة من النصوص التي قد تفهم على غير ما أراده الله عز وجل أو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا كما تفضل أحد المتدخلين هناك كثير من الطاعنين في الإسلام، هناك نصوص كثيرة، مثلا حديث النبي عليه السلام في حجة الوداع حين قد تقر الله في النساء فإنهن عوان عندكم، فالعوان جمع العاني وهو الأسير، فهناك من يقول المرأة تشبه الرقيق أو تشبه الأسير، فأكيد أن النبي عليه السلام لم يقصد إلى هذا، وإنما قصد صلى الله عليه وسلم إلى أن المرأة فعلا كأنها أسيرة عند زوجها والمسؤول عنها عن كثير من القضايا، فهذا النص يحتاج إلى توضيح. كذلك النصوص الأخرى، تشبيه النبي عليه السلام بأنه خلقنا من ضلع أعوج، تحتاج أيضا إلى توضيح. كذلك موضوع القوامة وضوابط هذه القوامة، القوامة هي قوامة رحمة، هي قوامة إدارة، وليست قوامة استبداد ولا قوامة تسلط ولا قوامة إهانة. النبي عليه السلام كان يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وإذا رجعنا إلى السيرة النبوية، الحديث حين اعتزل النبي عليه السلام نساءه شهرا وجاء عمر وسمع بالخبر وسمع بأن لعل النبي عليه السلام هل طلق زوجاته، فلما نزل قال كنا معشر قريش نغلب نساءنا. فلما قدمنا إلى المدينة المنورة وجدنا قوما تغلبهم نساءهم، معنى أن أدب الأنصار كانت المرأة تغلب الرجال وترد على الرجل وتعارضه. ولهذا قالت أم المؤمنين حفصة لعمر رضي الله عنه وهو أبوها المناسبة، قالت له إن ابنتك تراجع الرسول عليه السلام وتهجره إلى الليل. إذن هذه مسألة، على كل حال الموضوع لا يسع، وإن شاء الله الشيخ في موقعه وكذلك في محاضراته قد يفصل في هذه القضايا. أنا أحببت أن أخبر الإخوة والأخوات أن الحركة فرع مدينة تمارا، وكذلك بعض الجمعيات الأخرى كجمعية الرسالة وجمعية السلام الإنماء الاجتماعي وجمعيات أخرى قررت أن تنظم خلال شهر ماي عدة أنشطة، ولكن عندنا أسبوع من 19 ماي إلى 26 ماي في مجموعة من الأنشطة مكتفة، في جولات تحسيسية حول قضايا الأسرة، في بطاقات حول الأسرة، حول السكينة الأسرية. كذلك عندنا بعض ملتقيات هامة، عندنا الملتقى الأول في مقهى ومطعم الأفق قرب أسواق السلام في شارع الحسن الثاني. حجزنا هذا المكان باعتباره فضاء جميل وكبير، وجمعية الرسالة التي هي تقوم على تنشيط الأطفال ستقوم بتنشيط الأبناء، أبناء الرواد وبناتهم، فكين تنشيط الأطفال. ثم عندنا خيمة كبيرة ستكون فرصة للحوار مع مجموعة من الاستشاريين في قضايا الأسرة، قضايا العلاقة بين الزوجين، قضايا تربية الأبناء، التعامل مع المراهق، مع استشارات قانونية. مدونة الأسرة المغربية فيها قضايا مستجدات قد تتعارض أحيانا مع فهمنا لشريعة الله عز وجل، فسيكون عندنا هذا الملتقى إن شاء الله، وفي معرض للكتاب وفي توقيع مجموعة كتب أيضا إن شاء الله. كذلك عندنا محاضرة يوم هذا يوم الأربعاء تكون 20 شهر ماي، الجمعة 22 ماي سبيل الفلاح عندنا محاضرة أيضا في موضوع حول الأسرة كذلك، ويوم السبت أيضا. وسنتوج هذه الأنشطة بنزهة في حديقة الهرهرة، فيها كذلك فضاء للطفولة وفيها فرصة للالتقاء بالأسر وحوارات حول قضايا الأسرة. والدعوة لكم جميعا، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، وجزاكم الله خيرا. ومقر الحركة مفتوح لرواده، هناك أنشطة متعددة، هناك سلسلة سبيل الفلاح الشهرية، هناك لقاءات لتحفيظ القرآن الكريم، فأسأل الله أن يتقبل من الجميع وأن يبارك في جهود الجميع، وجزاكم الله خيرا على صبركم. وأعطي الكلمة للسينور دين ثم الشيخ. شكر الله للدكتور حسين موسى كلمته وبيانه هذه الفعاليات التي ستنظم في خلال شهر ماي، فالمرجو المشاركة بفعالية،
ولا بد من التوقف عند هذه القضية. قضية الأسرة قضية مركزية في بناء المجتمع المسلم ومجتمع المغرب، وهي من القضايا الأساسية في التدافع للحضاري في كل شيء، الفكري في غيره من المجالات. قضية الأسرة قضية مركزية، إن لمست إن جزئيا كقضايا فقهية أو كقضية كلية، فالمرجو يعني التفاعل مع هذا الموضوع لتثبيته وتوضيحه في نفوس المواطنين. والسلام عليكم، وأترك الكلمة لشيخنا لبيان هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة التي سجلتها على الورقة 10، والتي سجلها أصحابها موجودة أيضا زيادة على ذلك. السؤال الأول عن معنى القوامة في قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم. القوام والقيام والقائم هو المفرد المدبر، ولذلك في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ذهابه إلى المسجد صلاة الفجر: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. هذا له البخاري. وفي الموطأ: اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن. وجاء فيه أيضا: قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. فهو قيوم السماوات والأرض جل جلاله، فهو الحي القيوم، أي مدبر شؤونهما، المنفق على كل من فيهما، المتعهد بمصالحهما. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب مبين. فالرجال كلفهم الله بالقيام برعاية النساء والإنفاق عليهن وحمايتهن والقيام بمصالحهن، وقد خلقهم مؤهلين لذلك. فكثير من الأعمال الشاقة والجهد الذي يبذل، الجهد العضلي والجهد المادي، جعل الله الرجال مؤخرين له أكثر من النساء. فلذلك كل تكليف إنما هو في مقابل التشريف. فإذا كان هذا تكليفا في حق الرجال، يجب عليهم الإنفاق والرعاية والحماية، في مقابل ذلك لهم هذه الدرجة على النساء، وللرجال عليهم درجة. والقوامة لا يقصد بها التجبر والتكبر، فليس ذلك في أي ولاية من ولايات الدنيا. أكبر ولاية ولاية النبوة، لأن الله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومع ذلك قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وكذلك خلفاءه الراشدون المهديون وولاة الأمر من بعده، فإنه بيّن أنه ستكون بعده خلافة ورحمة. فالولاية العامة لا يمكن أن يستقيم أمر أهلها إلا بهذه الرحمة والرأفة بالناس. وقد امتن الله على المؤمنين برأفة هذا الرسول ورحمته، فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد أخرج مسلم الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرأف بهم فرؤه به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقه به. ومثل ذلك الولايات الصغرى، ومنها ولاية الرجل على الأسرة، فهي ولاية لا بد أن تكون متقيدة بقيم الشرع الكبرى. وهذه القيم منها العدالة، العدل الذي به قامة السماوات والأرض، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا قلتم فاعدلوا، هذا العدل الأساس. وكذلك منها قيمة الحرية التي هي من القيم الكبرى التي جاءت بها الشريعة. الشريعة جاءت لتعبيد الناس لله وحده لا شريك له، وتحريرهم من كل الأغيار. وكذلك من هذه القيم الإحسان في التعامل والتعايش، وهو مقتضي أن يكون الإنسان ساعياً للإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلاً في هذه الأرض. ثم بعد القيم يأتي الخلق الذي هو أساس التعايش. والخلق يقتضي من الإنسان ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا له: ما حسن الخلق بالذي تعنيه يا رسول الله؟
قال أن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قطعك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. فكيف بمن وصلك ومن أحسن إليك ومن لم يظلمك؟ فإذا هذا الخلق هو أساس التعايش وهو مطلوب في قوامة الرجل في الأسرة. قوامة الرجل لا تقتضي أن تكون المرأة خادمة في البيت، ولا تقتضي أن تكون المرأة كذلك خاضعة لرغباته هو في كل الأمور، بل تقتضي التعايش بكرامة ومعروف. وكل الأوامر المتعلقة بالأسرة في القرآن ربطت بالمعروف. إذا قرأتم في كتاب الله كل شيء يتعلق بالأسرة لا بد أن تهدوا فيه المعروف، وعاشرهن بالمعروف، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهكذا كل شيء يتعلق بالأسرة يذكر فيه المعروف. فالمقصود فيها الإحسان والرحمة والرأفة، وأن تجد المرأة حصنها الذي تتطلبه حياتها في حضن زوجها. المرأة محتاجة إلى رعاية وعناية، فإذا وجدت من يقوم لها بذلك ركنت إليه وأمنت، وإذا لم تجده تشتت المجتمع وتفرق. فهذا معنى القوامة المقصود. أما بالنسبة لقضية الغيرة وقد جاء عنها سؤال منطوق وسؤال مكتوب، فالغيرة تنقسم إلى قسمين، إلى غيرة محمودة وغيرة مذمومة. فالغيرة المحمودة صفة من صفات النخوة والمروءة والكرم والشهامة، ولذلك فإنها صفة الباري جل جلاله، لا أحد أغير من الله. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن عن نفسه ما فيه من الغيرة: أتعجبون من غيرة سعد؟ فلا، أنا أغير من سعد. والغيرة المحمودة تقتضي حماية حريم الإنسان والعناية به ورعايته وعدم الإذن للخدش منه بأي وجه من الوجوه، أن يكون هذا الحرم آمنا محترما مقدرا لا يمكن أن تتوجه إليه التهمة ولا أن تتصل به المذمة من أي وجه من الوجوه. هذا مقتضى الغيرة. أما الغيرة المذمومة فهي مجاوزة الحد بالاتهام الذي ليس له أي دليل، كذلك مجاوزة الحقوق. فالرجل أغلب غيرته المذمومة تكون بالاتهام الذي ليس له أي دليل عليه، اتهام امرأته بالميل إلى الرجال أو إلى رجل آخر إلى آخر، ويكون ذلك عاريا من الأدلة بالكلية ليس عليه بينا. هذه غيرة المذمومة. ومثل ذلك غيرة المرأة على زوجها، أغلبه أيضا أغلب غيرتها تكون ناشئة عن طلبها لغير حقها، تكون تريد أكثر من حقها، تريد أن تمنعه من أمر أحله الله له، تريد أن تمنعه من التصرف إلا وفق إرادتها، تريد أن تكون مهيمنة عليه في كل تصرفاته. وهذه الغيرة مذمومة شرعا غير مرضية. نعم، إذا كانت عن عجز، كان الإنسان ضعيفا فكانت تصدر منه الغيرة من غير التصرف، فإذا رجع وأناب وتاب رجع عنها فليس عليه إثم فيها، لا من جهة الرجل ولا من جهة المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر تأثير الشيطان على الإنسان فقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يبصرون. إن الذين اتقوا فكيف بمن سواهم؟ إذا مسهم طائف من الشيطان، الطائف نسيم الرياح الذي يمر مرورا سريعا. وفي القراءة السبعية الأخرى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا. والطيف ما يرى في المنام وهو خفيف سريع الزوال، فلا يمسهم من الشيطان إلا مثل طائف الهواء والنسيم أو مثل الطيف الذي يرى في المنام. وإذا مسهم تذكروا، ذكروا الله، فلم ينساقوا وراء تخيلات الشيطان ووساوسه، فإذا هم مبصرون يتضح لهم الحق والصواب. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي
وفي القراءة السبعية الأخرى يمدونهم بالغي أي يعطونهم يزيدونهم أو يمدونهم يطيلون لهم الحبل بالغي ثم لا يقصرون لا يرجعون. فلذلك إذا أصيب الإنسان بغيرة عليه أن يجعلها من قبيل الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي استوصاه قال يا رسول الله إني أريد الذهاب إلى أهلي فأوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب يجعلها في نطاق الغضب. وبالأخص هذه الغيرة المذمومة يطفئها الإنسان عن نفسه بأي جمرة يطفئها بالتعوذ من الشيطان إذا كان الإنسان قائما يجلس وإذا كان جالسا يتكئ كأدب الغضب كله إذا كان عنده ماء يغسل من وجهه. ثم بعد ذلك إمساك اللسان. كثير ممن يصاب بالغيرة يتكلم بما لا تحمد عقباه من الكلام. والمفروض أن الإنسان إذا شعر بالغيرة يكظم غيظه ويكف لسانه. حفظا لحقوق الجيران فضلكم الإخوان كاين شي صاحب سيارة أوبل 46 ألف أوبل 46 ألف إما هنا ولا كاين لتحت راه حاط السيارة ديالو في شي مكان غير مرخص له. فحفظا لحقوق الجيران الله يجزيكم بخير. السؤال الثالث عن وسائط التواصل الاجتماعي التي المقصود بها مقاربة البعيد ولكنها أيضا أصبحت تباعد القريب. أنت تتواصل مع من هو في آخر الدنيا ولكن في بعض الأحيان الأسرة في غرفة واحدة كل منشغل في جهازه وربما أصل بعضهم إلى بعض رسالة يتواصلون عن طريق هذه الرسالة. فهذه لا بد من ضبطها الشرعي. فكل النعم إذا لم تستغل استغلالا مرضيا كانت ترة على الإنسان. فالله أنعم علينا بهذه الوسائل والوسائل علينا أن نستغلها من غير إسراف. فالسرف مذموم وقد قال الله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويكفي ردعا عن السرف أن الله لا يحب أهله. ولذلك قال العلامة محمد بنود رحمة الله عليه السرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. لا بد من اجتناب السرف. لا بد أن يكون للاشتغال بهذه الأجهزة وبهذه الشبكة وقت محدد. لا يسرف الإنسان في عمره فالعمر هو رأس المال وإذا اشتغل بها سيفوته كثير من برامجه الأخرى. لا تطغى على وقته في قراءة القرآن ووقته بالذكر ووقته بقيام الليل ووقته بحقوق الأسرة ووقته بحقوق الجيران ووقته بمتابعة صحته ووقته بأموره كلها. لا بد أن يكون الإنسان يستعملها استعمالا معتدلا ليس به شطط ولا إفراط. نحن لا نريد مقاطعتها والاستغناء عنها بالكلية فهذا غير ممكن ولا مطلوب شرعا لكن نقصد أن يتوسط الإنسان في ذلك وأن لا يبالغ ويفرط في استخدامها فهي مثل كل المباحات الأخرى إذا أفرط فيها الإنسان أوصلته إلى السرف الممنوع. من أحل الحلال شرب الماء البارد. إذا أسرف به الإنسان وكان كل وقت يشرب الماء البارد سيضيع عمره وتضيع صحته ويضيع وقته فكيف باستعمال هذه الوسائط والوسائل. لا بد فيها كذلك من التقيد بالآداب الشرعية ومن الصدق. فكثير من الناس متعود على القص واللصق والإرسال دون تبحيص ولا يدري ما يرسله هل هو صحيح أو غير صحيح. وبالأخص إذا كان فيه نسبة شيء إلى الله ورسوله فقضية الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر والكذب على الله أكبر من ذلك. والله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ويقول من يقل علي ما لم أقل فليلج النار. فلذلك لا بد من الاحتياط فيما يقوله الإنسان فيها. كذلك الأخبار. فكثير من الأخبار التي تأتي قد تكون إشاعة يقصد ترويجها
مثل ما تسمعون كل وقت أن بشار مات وأن كذا حصل في كذا. هذه من المكائد التي يشيعها أعداء هذا الدين لفت عضد المسلمين. فلذلك لا بد أن يتثبت الإنسان في نقلها. والله يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، القراءة السبعية الأخرى، فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا بد من التثبت والتبين قبل النقل. كذلك منها أن لا يكون المنقول مذموما شرعا إذا كان المنقول مناف لعقيدة المسلمين أو مناف لأخلاق المسلمين أو فيه مذموم شرعا، الصور الخليعة المذمومة أو إحالة إلى مواقع ضررها أكثر من نفعها أو ذكر أمر من الأمور التي يعرف الإنسان أنه سيحاسب عليها في موقفه بين يدي الله جل جلاله. لا بد أن يكون الإنسان متذكرا للعرض على الله والوقوف بين يديه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لا بد أن يتذكر الإنسان ذلك الموقف العظيم بين يدي الله جل جلاله، وأن لا يقدم على ما يستحيي منه عند العرض على الله عندما يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكذلك من المهم فيها عدم الإسراف أيضا في الوسائل، لأن الإنسان في هاتفه الواحد يكون له كذا وكذا من التطبيقات، وكلما تجدد التطبيق يتم عند الواتساب وعند جميع الوسائل، فلا يترك برنامجا إلا وهو مشارك مثل الذي يتتبع المواقع والشاشات جميعا. لا تكفيه نشرة واحدة ولا تطلع على، لا بد أن يطلع على كل المواقع. كم يأخذ ذلك من وقته؟ الوقت ثمين جدا. ولنتذكر أن الله يخاطب أهل النار يوم القيامة فيقول أولم أعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا وما للظالمين من نصير. أحد العلماء يقول والوقت مدته والعمر مدته كمثل دراهم بيد الفتى يقضي بها حاجاته، خسر لذي عقل لبيب مؤمن وقت يمر ولم يزد حسناته، طول البقاء بلا ملازمة التقى خسر له بحياته ومماته. لذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن هذا العمر يمضي بسرعة هائلة، وأن إضاعته في المكررات والأمور التي لا تفيده شيئا جديدا خسارة. لا بد أن يكون الإنسان يعرف ترتيب أولوياته. هذا من أهم واجبات الإنسان لذاته. إذا كنت تعرف أن لك في اليوم والليلة على الأقل 5 مواعيد مع ربك جل جلاله والبراءه من 5 مكتوبات، وأن لك أوقات أخرى مفتوحة مرغب فيها بالصلاة وقراءة القرآن وأوقات لذكر، قال النواق رحمه الله حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، إذ ما من وقت يمر إلا ولله عليك به خطاب شديد وأمر أكيد، فكيف تقضي به حق غيره وأنت لم تؤدي حق الله به؟ فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن ترتيب أولوياته مهم. حق الأسرة، حق الجيران، حق الوالدين، حق الصحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لعينك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. والإنسان المدير الناجح هو الذي يرتب هذه الحقوق بحسب أولوياتها ويؤديها ولا يغلو في حقنا مقابل حق. فقط من حكم يعني تواصل المرأة مع الأجانب في هذا. نعم هذا كنت سأجيبه. بالنسبة للمرأة في تواصلها عبر هذه الوسائط مع الأجانب له ضوابط أخرى زائدة على ما سبق. من أهمها أولا أن لا تخرج صورة لنفسها أو لغيرها من النساء إلا وهي متسترة بكامل سترها الواجب شرعا. الأمر الثاني أن لا يكون في أي كلام ريبة، فأي كلام فيه ريبة أو يدعو إلى شهوة فهو محرم شرعا. الثالث أن لا يكون في الكلام خضوع بالقول، فإن ذلك الخضوع فتنة قد حرره الله، لا
لا تخضع بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. كذلك ألا يكون هذا التواصل داخلا في نطاق الهواية، لأن التأثر العاطفي لا يشعر به الإنسان. دخولك من باب الهواء إن أردته يسير، ولكن الخروج عسير. يكون الإنسان بعض الأحيان علاقة عادية بين اثنين فيها تواصل وأخبار وربما نصائح وأمور، لكن يصبح ذلك لزاما في حياته لا ينقطع عنه فيكون إدمانا من حيث لا يشعر، وهذا مذموم شرعا. فالأفضل للمرأة أن لا تسرف أصلا في هذه استعمال هذه الوسائط، ويستعملها تستعملها في النطاق المأذون به بإشاعة الخير والنصح والموعظة والعبرة والذكرى، ويكون ذلك بالضوابط السابقة المشتركة بين المرأة والرجل. في بعض الأحيان يقع تفكك الأسري سببه هذه الوسائل، والغريب فيها أن المريب يقول خذوني، فبعض الأسر تفككت بسبب تسجيل مكالمة أو بسبب رسالة عن طريق الفيسبوك، وقد شاهدت ذلك. وأشفت أسر أخرى عن التفكك بسبب بعض الوسائل أيضا، فلا بد من الحذر في مثل هذه الأمور. السؤال الرابع، من أحب الوصول فعليه بالوصول. ما هي الوصول في مجال الأسرة؟ هي ما ذكرناه، أن يكون الإنسان ينطلق من تكليفه الشرعي ولا ينطلق من مجرد نزوته وشهوته الدنيوية الزائلة، ويتعلق بما عند الله، بما عند الله خير وأبقى. وإذا أراد شيئا من هذه الأمور الدنيوية يريده سدا للجبهات المفتوحة عليه، وهمه قهر شيطان وقهر هوى، هما عدو هذا والتقوى هذا واللذد. فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله بأداء واللذد. هذا مثال من قصيدة لأحد المشايخ في موريتانيا في قضية الأسرة. مطلع القصيدة: عذ من عذاب عناء الشهوة الأبدي، بلطف من خلق الإنسان في كبد. فرب شخص رأيناها له جلبت طول العناء وهم الأهل والولد، فظل يركض ركض الوحش مبتغيا تحصيل أقواتهم من جيد مرد. فالنفس فالجسم بالهم طول اليوم منهمك، والقلب ممتلئ بالحقد والحسد. إن قلت إن رسول الله حض على تزوج الغيد يبغي كثرة العدد، وصاهر الغر من تيم بن مرة مع بني عدي بن كعب مع بني أسدي مع غيرهم من بيوتات ذوي كرم بنوا من المجد مبنى الراسي العمدي، قلنا وفاضبر بذات الدين عنه أتى، وأنت إن تبغي تلك اليوم لا تجد. فرسم دار لها من أعصر سلفت أخنا عليه الذي أخنا على نبدي. ولست أنكر أن العصمة توجد في سود الغرابين بعد الأين والنجد، فربما فاز ذو التقوى بمحصنة من صالحات غواني عصره الخرد. فمتق الله ملطوف به، وله بعد الممات النعيم الأكمل الأبد. وهمه قهر شيطان وقهر هوى، هما عدوا ذوي التقوى ذوي اللدد. فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله بها دائم المدد، وليس يعدم مكروها، وعدته صبر يعد لديه أقوم العدد. ومن بهاتيك لم يظهر فليس له فك من أسر عناء الغير ذي أمد. فمهر قطر الندى لا بد منه لدى عقد النكاح بصفه وعليه زدي. والمال في يوم ذاك العرس منتهب مبذر ثم في أنواع كل ددي. وبعد ذلك لا تفك تسمع قم أحضر كذالي وعجل غير متئد. لا بد لي من دماليش النضاري ومن بدائع الحلل الوشية الجدد، ومن خواتم ياقوت مرصعة ورف ساج عليه يجتلى نضدي، ومن مسجلة للجيب صالحة مساعة بيد تبدى لكل ندي، وسابريات أزر جد لبائعها بسابري الدروع المحكم الزرد. والطيب جوري ماء المسك فاجتهدا بالبحث عنه وبالأعناق فيه جدي. ولا تدع طرفة مع ذاك آتية للسوق من بلد ذي قرب أو بعد. إن قلت أحضرت ما قد رمت أمسي
تقول فأحضرن لي يومي مثله غدي، وإن تقول بعد أن أنفقت، وإن تقول إلى الطلبة رحمة بك يا شيخ. الضوابط التي يلزم التقيد بها في تربية الأولاد، هذا موضوع طويل لأنه موضوع أطول من موضوع المحاضرة، وأنا لدي بالإمكان الرجوع إليه بالموقع الذي كتبه الشباب باسمي، فيه دورة كاملة عن الأسرة، فقه الأسرة، فيها 8 أشرطة، كل شريط محاضرة 90 دقيقة، فيها شريط عن تربية الأولاد وما يتعلق بذلك، ملخص في الظرف الذي نحن فيه والواقع المختلط المريج المحتاج به إلى الترويج. ما يتعلق بأسئلة فضيلة الشيخ عن بعض الأحاديث، منها السنة التي تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها كانت تزوجت مرتين قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولدت قبله، وتزوجها وهي في هذه السنة 40 سنة، ولكن القرشيات لهن مزية على غيرهن من النساء، حتى كان العرب الجاهلية يقولون لا تحمل بعد 50 إلا قرشية، فالقرشيات كنا يحمل بعد 50، وقد عرف ذلك حتى في العصور المتأخرة، ولا أعرف منهن من ولدت بعد 50 من نساء قريش. كذلك السن التي تزوج بها عائشة، هل كانت بنت 9 سنين عند الدخول بها، وكانت بنت 18 سنة، والبحث في هذا الموضوع. الأمر أيضا ليس من أصول الدين التي لا بد من التدقيق فيها، فهذا أمر تاريخي، والتاريخ دائما تقع فيه الأغلاط، لأنه قد يقع في الحديث الصحيح أنه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم عاش 60 سنة، المقصود 60 من العقود وزاد على هذا 3 سنوات، فإذا لا منافاة بين كونه عاش 63 سنة وبين الحديث الصحيح حديث عائشة أنه عاش 63 سنة، أنه عاش 60 سنة، فالسنوات والتدقيق فيها من باب التاريخ، والتاريخ يقع فيه بعض التجاوز، وبالأخص في الأمة الأمية التي لا تحسب ولا تكتب. فلذلك الأمر في هذا ميسور. 2 من أمهات المؤمنين اختلف في السن التي تزوجهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما، ورد فيهما حديثان صحيحان، حديث زواجه بخديجة وهي ابنة 40 سنة، وعقده على عائشة وهي ابنة 6 سنين، ودخوله بها وهي ابنة 90، ولكن هذا كله أمر حدث تاريخي ليس من تشريع منزل من السماء، فلذلك الأمر فيه سهولة ويسر، والخلاف فيه لا ينبغي أن يكون من القضايا الكبرى التي نجند بها الجنود ونجهز بها مستنى الاقتراع في قضية تاريخية الأمر فيها يسير. السؤال كذلك عن حديث بالإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطري الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه حدثنا المكي وإبراهيم قال حدثنا يزيد وأبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث هو أول ثلاثيات البخاري ورقمه الصحيح 109، وبين البخاري فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رسالات، هو المكي وإبراهيم ويزيد وأبي عبيد وسلمة بن الأكوع، فهو من الثلاثيات التي هي 24 حديثا في صحيح البخاري. كون النساء عوالم جمع عالية، والعالية بالأصل تطلق نعم على السيرة، لكن ليس ذلك على إطلاقه دائما، بل المقصود أنها محبوسة عن الرجال الآخرين، هذا معنى كونها محصنة، هي محصنة بعصمة زوجها محبوسة عن الرجال الآخرين،
فهذا مع كونه النعوان الذي وكونها خلقت في ضلع الأعوج هذا أيضا من الأمور التاريخية، فالله أخرج حواء من ضلع آدم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرتب على هذا ما بعده. الضلع أصلا أعوج دائما، هل تريد استقامته؟ إذا أردت استقامته يكون عيبا خلقيا للبشر، إذا كانت ضلوع الإنسان مستقيمة هذا عيب. ولذلك قال وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، رأس الضلع هو أعوج ما فيه هو أعلاه، ومعنى هذا أن أعلى النساء أيضا أكثرهن أعوجا. طبعا هذا لا نشيعه، لا يسمعه إلا الأحوات في حركة توحيد الإسلام. نعم ذكرت الحمد لله انتهت الأسئلة المكتوبة وأستأذن البقية من لا الأمر إليك أنت المسؤول. في رأي أعطيك بعضها مردين، في رأي أن تختم بالدعاء تختم بالدعاء تختم بالدعاء لأن الأذان تأذن ووقت حجرتم واسعة لأن هناك من الأسئلة ما تحتاج إلى محاضرة لبيانها، أسئلة فقهية دقيقة. نقول الشيخ يا حبيبي أكرمك الله. بسم الله. ما هو اختياركم في مسألة الفتح على الإمام إذا توقف؟ بالنسبة إذا لم يتوقف، بالنسبة للفتح إذا غير الإمام المعنى فإنه يفتح عليه مطلقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما فاختلطت عليه آية، فلما سلم نظر فإذا أبي الكعب وقال هل لا أصلحتها إن شهدتها؟ قال ظننتها نسخت يا رسول الله. والحديث دليل على جواز الفتح على الإمام إذا نعم. هذه ما يتعلق بالصلاة وأحكامها فيها الحمد لله دروس كثيرة جدا بإمكان الرجوع إليها في الموقف. هذا السؤال قد ذكرنا أنه لا ينافي أن يتحصل الإنسان من أعدائه، وأن كونه في الدنيا غريب لا ينافي أن يتخذ أهلا وبيتا وسكنا ومالا وغنى ليكون ذلك عدة له في وقوفه ضد عدوه إبليس. نعم، القصة في قصة موسى عليه السلام، فابنة شيخ مدين قالت لأبيها يا أبت استأجره، فاقترحت ونصحت أباها أن يستأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقد رأت منه الأمرين معا. فالقوة رأتها عندما خرج الرعاء ووضعوا حجرا ثقيلا على البير، فجاء موسى فحمل الحجر وحده فرأت القوة، والأمانة أنه لم ينظر إليهما وإنما كلمهما فقط ليعرف شأنهما، قال ما خطوكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولذلك لما جاءت المرأة تبلغه رسالة أبيها كلمته من وراء الشجرة، هو في ظل الشجرة أوى إلى الظل، فهي كلمته من وراء الشجرة لأنها جاءت تمشي على استحياء كما وصف الله ذلك. أرضى لفضولي بعد طلبة العلم. أيوه ذكر الإمام المحلي في شرح جمع الجوامع في معرض كلامه عن مفهوم الفقه مجموعة من أفراد هذا مفهوم الصفة. إيه نعم نعم، بالنسبة لمفهوم الصفة هو الذي نظمه ابن غازي رحمه الله، فقال صف واشترط علل ونقل دنيا وعد وارفين وحصر إغيا، هو عشرة أنواع. صف هذا مفهوم الصفة، واشترط هذا مفهوم الشرط، علل هذا مفهوم العلة، لقب هذا مفهوم اللقب ولم يقل باعتباره إلا بعض الحنابلة، دنيا هذا مفهوم الاستثناء، وعدة مفهوم العدد، ورفين ظرف زماني وظرف مكاني كلاهما له مفهوم، وحصر مفهوم الحصر ما عدا الاستثناء لأن الاستثناء داخل في الحصر أيضا، إغياء مفهوم الغائب، هذه عشرة مفاهيم كلها داخل المفهوم الخارجي. مردين.
هذا ما المقصود بحديثه النبي الذي بساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله الخير في الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه؟ جواب أن هذه الساعة هي ساعة النزول وهي في الثلث الأخير من الليل وهو يختلف باختلاف كل بلد، فبفضل الله يجعل لأهل كل بلد وقتا من الليل وهو الثلث الأخير بحقهم ينزل الله به إلى سمائهم سماء الدنيا، فلا يزال يقول ألا من يسألني فأستجيب له، ألا من يستغفرني فأغفر له، ألا من يسألني فأعطيه. وذلك النزول نزول يليق بجلال الله ليس بإخلاء مكان عن مكان وليس من نزول المخلوقات.